ستة قرارات حكومية من البصرة، الأمن والخدمات والاقتصاد أبرز عناوينها. لمنع الفساد وفرض هيبة الدولة، قوات مشتركة تنتشر في معبرين مع إيران والكويت. مشاريع كهربائية معطلة منذ سنوات، والوزارة تعزو الانقطاع إلى قلة التخصيصات. مستشفيات علاج السرطان في العراق تحارب لمنع وصول كورونا إلى الأطفال. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يو تي في، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العمل الحكومي الجاد يجب أن يبدأ ويمر من البصرة، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيبدأ بعقد جلساته في المحافظات من أجل تنفيذ مطالبها وتقديم الخدمات لها. وجاء ذلك خلال جلسة وزارية ترأسها الكاظمي في البصرة. وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فإن المجلس وافق على المضي بإجراءات التعاقد على مشروع ماء البصرة الكبير وإشراك المحافظة في أعمال المتابعة الدورية للمشروع عبر لجان متخصصة، كما كلف وزارة الموارد المائية بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية قناة البدعة، إضافة إلى وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي في توزيع الأراضي السكنية على مستحقيها وتخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب 30,000 مواطن بصري من السيولة النقدية المتوافرة لدى محافظة البصرة. البصرة هي وجهة الكاظم الثانية، اتخذ خلالها سلسلة قرارات تخص ملفات الأمن والخدمات والاقتصاد. سعد قصي معه التفاصيل. كثير من فرص الاستثمار. أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد خارج أسوار العاصمة بغداد، إذ اختار الكاظمي عاصمة العراق الاقتصادية مكانا لعقدها فيه. المجلس اتخذ جملة قرارات، منها ما يخص الخدمات في البصرة هنا. أما في الجانب الأمني فتصويت المجلس على عدم السماح للجهات الحزبية والعشائرية بحمل السلاح. بالنسبة للكاظمي، إذا لم يحل مصائب البصرة أنا أكد له كل حكومة ما تنجح، والله العظيم معضلته معضلة البصرة. الكاظمي أجرى جولة تفقدية في المنافذ الحدودية بعد تكليف قيادة العمليات والسيطرة على كل من منفذي الشلامجة مع إيران وصفوان مع الكويت. أما الموانئ فأوكلت مهام السيطرة عليها إلى القوات البحرية للحد من الفساد. وفي ردود الفعل على هذا الإجراء تعالت المطالب بجعل المنافذ تحت سلطة الدولة. نشوف هذه المنافذ الحدودية ما نستفاد منها غير الأحزاب، ما من كل حزب إلى رصيف. ناشد الكاظمي بالسيطرة على هذه المنافذ. وعلى مقربة من مقر انعقاد جلسة مجلس الوزراء تظاهر مئات حاملين مطالب مختلفة، فبعضهم ينادي بصرف رواتبه المتأخرة، فيما دعا آخرون حكومة الكاظمي إلى الإسراع بالكشف عن قتلة المحتجين. المطلب الرئيسي الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، والكشف عن قتلة الشهيدين المغدورين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، والشهيد المغدور هشام الهاشمي ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة، وإقالة القادة الأمنيين المقصرين. دعاة الفيدرالية استثمروا وجود الكاظمي، حيث خرجوا بتظاهرة تدعو إلى عدم تعطيل إجراءات تحويل البصرة إلى أقليم، لأنه في نظرهم الحل الوحيد للمشاكل القائمة. نطالب السيد رئيس الوزراء والحكومة بتمرير الطلب الذي طلب مجلس المحافظة أو طلب العراقي الشعبي في 2015 إلى المفوضية المستقلة للانتخابات، وعند ذلك فصناديق الاقتراح هي التي تقرر. خطوات الكاظم الإصلاحية ما زال بعضهم يرى أن عقبات كثيرة تعترضها بالنظر إلى التركة الثقيلة التي ورثها، فيما يطالب آخرون بإعطائه فرصة لإثبات قدرته على الإصلاح. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة تسليم مهام السيطرة على منفذي الشلامجة وصفوان إلى عمليات البصرة وتخويلها التعامل المباشر مع أي حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها. القيادة أوضحت في بيان أنه تم إعداد خطة متكاملة للسيطرة التامة على المنافذ الحدودية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية، مضيفا أن تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما جميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ. من جانبه أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن قرار نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية يهدف إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين. رسول في تصريح صحفي قال إن قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، مشيرا إلى إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد، كما أضاف أن الحكومة لديها معلومات كافية عما أسماها بالمافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ. وبشأن الإجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. مرحبا بك سيادة اللواء. إذا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعني أوكل إليكم مهمة السيطرة على المنافذ الحدودية، ما هي أولى خطواتكم التي ستباشرون بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة قيادة العمليات المشتركة عدت الخطط اللازمة وهيئت تقدير الموقف بالنسبة للمنافذ الحدودية اللي كلفنا بها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وهذه الخطط تتضمن نشر القوات وأيضا فرض الأمن وفرض القانون، ومن يحاول أن يتجاوز القانون أو يحاول أن يقوم بأعمال فردية أو أن يقوم بأعمال لهدر المال العام سوف يجابه بقوة القانون وقوة الأمن. طيب. ولذلك نحن عازمون على تطبيق تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا لدينا إمكانيات وقدرات على المحافظة على منافذنا وحدودنا الدولية وتأمين الأمن اللازم للحرم الجمركي وكذلك متابعة المفسدين ومتابعة من يقوم بهدر المال العام أو التجاوز على الموظفين، وكذلك أيضا متابعة من يقوم بمحاولة الابتزاز من قبل المواطنين لكون ذلك مهم جدا بالنسبة لنا ولسمعة العراق والمحافظة على مقدرات العراق. نعم. طيب لو تحدثنا سيادة اللواء عن المنافذ التي كلفتم من قبل الكاظمي بمسكها وإنفاذ القانون فيها. يعني بالتأكيد احنا إرادة أبطال العراق المرحلة الرابعة، نعم، وعندما انطلقت من دياله والقائد العام للقوات المسلحة بإشرافه، بعد ذلك ذهبنا إلى مندلي وإلى المنافذ الحدودية المنذرية ومندلي، ومن هناك أطلق القائد العام حملة للمحافظة على المال العام والمحافظة على عدم هدر المال العام لكون البلد يمر بأزمة اقتصادية وأزمة جائحة كورونا، وأنيطت هذه المهمة إلى قيادة العمليات المشتركة التي بالتأكيد هي أخذت على عاتقها كونها هي التي تمارس القيادة والسيطرة على وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الحشد الشعبي، كل الأجهزة الأمنية. ولذلك تقدير الموقف وبناء الخطط وإعطاء خارطة الطريق تتم عن طريق قيادة العمليات المشتركة بالتأكيد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وعملية ممارسة نقل وتغيير القطاعات، وكما أشار أيضا القائد العام بأنه القطاعات لا تبقى في المنافذ لفترة طويلة أو كبيرة وإنما تتغير كل فترة من الزمن، وهذا دليل على أننا عازمون وجادون في تطبيق القانون وملاحقة المفسدين وكذلك أيضا ممارسة القيادة والسيطرة على كل المنافذ
المنافذ الحدودية في العراق. الآن عندنا منفذ مندلي، منفذ المنذرية تم نشر القوات فيه. اليوم أيضا أنيطت المهمة إلى قيادة العمليات المشتركة في ما يخص قيادة عمليات البصرة، تم إصدار الأوامر لها بالشلامشة، منفذ الشلامشة، وكذلك منفذ صفوان، وأيضا أصدرت الأوامر إلى قيادة القوة البحرية بالمحافظة وممارسة الأمن وكذلك محاربة المفسدين فيما يخص ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي والوسطي. هذه المهمة بالتأكيد سوف تجابه بقوة القانون وبقوة الأمن اللي تمتلكها القوات الأمنية لكل من يحاول أن يتجاوز. نعم، تحدث عن الجهات التي قد تتجاوز أو تعترض عملكم، ما هي صلاحياتكم تجاه هذه الجهات؟ يعني البيان واضح وصريح من قبل قيادة العمليات المشتركة والتوجيه القائد العام للقوات المسلحة بأنه هذه القوات صدرت لها الأوامر بأن تجابه كل من يحاول أن يتجاوز أو الحقيقة يقوم بعمل يؤدي بالنتيجة إلى ضرر للمال العام أو ضرر إلى الدولة. ولذلك نحن لدينا أسلوبنا الخاص ولدينا أيضا تعاملنا الخاص في العمل مع المتجاوزين، وبالتأكيد القوات الأمنية لديها الإمكانيات والقدرات على منع أي متجاوز أن يتجاوز على مقدرات شعبنا. طيب، أعود إلى ديالى ومنفذي المندلي والمنذرية، مسكتموه قبل أيام، هل هناك نتائج أولية؟ هل هناك يعني ظهرت نتائج حول من يسيطر عليها؟ يعني لو تضعنا بالتفاصيل أكثر. يعني بالتأكيد هي العملية عملية ليست سيطرة وإنما عملية فساد، عملية الحقيقة هدر بالمال العام. هؤلاء الموظفون أو من يقوم بالتجاوز على المال العام هم الذين يقومون بعملية التجاوز على المال العام وهدر المال العام. ولذلك عندما قدمت القوات الأمنية منعت أولا المتجاوزين على المال العام، منعت كل من لديه قدرة وإمكانية على القيام بتعقب ومتابعة المعاملات، وكذلك من لديه معارف أو من لديه إمكانيات وقدرات وعلاقات مع موظفي الجمارك. هؤلاء تم الحقيقة حجبهم، وبدأت القوات الأمنية تتابع عمل الموظفين داخل المنفذ. ولذلك الآن القوات الأمنية لا تسمح لأي شخص أن يدخل ولا تسمح لأي شخص أن يتعقب أو يعقب معاملة، وإنما ومتابعة بنفس الوقت متابعة الموظفين اللي موجودين بالمنافذ الجمركية. وأيضا لدينا معلومات وإمكانيات عن قدرة وإمكانيات الموظفين داخل المنفذ، ولذلك عملية تتبع وملاحقة وإيقاف الفساد بدأت، وفعلا بدأت نتائجها بحصولنا على أموال جيدة في بداية تطبيقنا في الأول الأسبوع الأول. نحن في الأسبوع الأول من ممارسة عملنا، وهي موارد ممتازة للدولة لكي تقوم بعملية البناء والإعمار. طيب، بالسؤال الأخير، سيادة، تحدثت أن القوات العسكرية التي ستحمي المنافذ الحدودية تستبدل بين فترة وأخرى، هل هناك مدة معينة للاستبدال؟ ويعني هل الاستبدال يتم أيضا من نفس قيادة العمليات المشتركة؟ بالتأكيد قيادة العمليات المشتركة الآن وبتوجيه من القائد العام هي من تقوم بتقدير وتحريك القطاعات وأيضا إعطاء الأوامر إلى القطاعات. ولذلك هذه القوات تتم حركة استبدالها أولا طبقا للموقف الأمني والعملي وكذلك الإداري. وعندما ترى قيادة العمليات المشتركة أنه هناك ضرورة لتحريك أو استبدال قطعات معينة بمنفذ باتجاه منفذ آخر لأي أسباب هي ترتئيها أنه مناسبة ومهمة للعمل الأمني والعمل الإداري، بالتأكيد قيادة العمليات سوف تصدر هذه الأوامر بالتأكيد وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة. إذن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أشكرك جزيل الشكر. في كربلاء تباينت ردود وأفعال المواطنين على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة، على الرغم من افتتاحه عددا من المشاريع المتلكئة وتعهده أمام الحكومة المحلية بدعمه مشاريع حيوية في المحافظة. في زيارة هي الأولى من نوعها، حطت رحال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد رفيع المستوى في محافظة كربلاء من أجل افتتاح عدد من المشاريع المتلكئة أهمها المستشفى التركي.
وعلى الرغم من تعهد الكاظمي في أثناء اجتماعه بحكومة كربلاء المحلية بدعم المشاريع الحيوية، فأن ردود فعل الشارع الكربلائي تباينت ما بين مؤيد ومعارض. من الإيجابيات وصول رئيس الوزراء إلى مدينة كربلاء وفتح عدد من المشاريع بالتأكيد تحسب له. هناك العديد من المشاريع المعطلة في مدينة كربلاء، مثلا المستشفى التركي بنيت في بداية 2009 وظلت خاضعة للمزايدات السياسية. هذه الزيارة ستحفز الحكومات المحلية في باقي المحافظات على إكمال المشاريع المتركة. كما رأى آخرون أن مهمة الكاظمي في هذه المرحلة تواجه صعوبات وتحديات من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية الذين عدوا تحركاته أنها لا تسب في مصلحتهم الخاصة. زيارة أولى، من المفترض أن تحمل الكثير من الخير إلى كربلاء، هذه المدينة السياحية اللي يؤمها الملايين سنويا. تم افتتاح المستشفى التركي بشكل رسمي لكن بلا كوادر صحية، كانت الكوادر تقف أمام باب المستشفى. زيارة الكاظمي محافظة كربلاء وافتتاح عدد من المشاريع التي كانت معطلة سنوات طوال فتحت الباب أمام المواطنين للتساؤل، هل هي أولى خطوات التغيير الحقيقية أم أن عراقيل كبيرة ستظهر أمام الكاظمي وتمنعه من تنفيذ وعوده الإصلاحية؟ من كربلاء، وليد الصالحي، يو تي في. أكدت حكومة إقليم كردستان أن الحوارات مع الحكومة المركزية بشأن المناطق المتنازع عليها معقدة، مشيرة إلى أنها سترسل قريبا وفدا إلى بغداد لبحث الحصول على المستحقات المالية للإقليم. عبرنا للحكومة الاتحادية عن استعدادنا للمشاركة في الملف الأمني في مناطق النزاع، لأننا نعلم أن هناك فراغا أمنيا في هذه المناطق وهو بحاجة إلى تعاون. الحوارات مستمرة ولكن الموضوع معقد وبحاجة إلى استمرار المناقشات، ولكن مع هذا هناك تفاهم جيد أيضا. نحن مستمرون في الحوار مع بغداد، وستبدأ الزيارات قريبا للوفد الكردي، ونسعى إلى الحصول على المستحقات المالية للإقليم وفق الدستور. قالت وزارة الكهرباء إن الأزمة المالية وعدم حصول الوزارة على المبالغ المخصصة من الموازنات التشغيلية والاستثمارية هي العامل الرئيس المتسبب في تراجع ساعات تجهيز الكهرباء. المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أوضح أن محطات التوليد تحتاج إلى صيانة دورية متناوبة من أجل الاستعداد لفصل الصيف والذروة، لكن هذا الموسم لم تتمكن الوزارة من ذلك بسبب نقص الأموال وفترة التظاهرات، وكذلك بسبب حظر التجوال الذي عرقل حركة الموظفين وحد من قدرتهم على مواصلة الصيانة، لافتا إلى أن نقص الأموال والأزمة المالية أضرت بالطاقة الكهربائية وأدى إلى توقف الإنجاز في محطة الجالسية في صلاح الدين بطاقتها الإنتاجية البالغة 1260 ميجاوات، لكونها تحتاج فقط إلى 100 مليون دينار عراقي فقط حتى تدخل في العمل. وكانت اللجنة التحقيقية في عقود الكهرباء قد أعلنت عزمها التحقيق والكشف عن المبالغ الحقيقية المصروفة من قبل وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية. لقاء اللجنة التحقيقية والتدقيق في عقود وزارة الكهرباء المشكلة بموجب الأمر النيابي 62 من قبل السيد رئيس مجلس النواب العراقي، سيكون لقاء في وزارة الكهرباء مع السيد معالي وزير الكهرباء الذي أصدرت وزارة الكهرباء بيانها حول تشكيل هذه اللجنة ومباركتها واستعدادها التام للتنسيق مع هذه اللجنة. حقيقة هنالك أموال كثيرة هدرت في قطاع الكهرباء وكذلك في وزارات أخرى، ولكن في وزارة الكهرباء كانت لها الحصة الأكبر والأكثر من أموال الشعب العراقي التي صرفت ولكن دون جدوى. ليعاني المواطن العراقي في عام 2020 هي نفس المعاناة في عام 2003 و2006 و2010 ولم يحصل أي تطور أو تحسن في مجال قطاع الكهرباء.
للحديث في ملف الكهرباء ينضم إلينا الباحث في الشأنين السياسي والقانوني علي التميمي. مرحبا بك سيد علي، راح أبدأ معك من آخر تصريح لوزارة الكهرباء وأقتبس منه الآتي. تقول الوزارة إن عدم حصولها على المبالغ المخصصة من الموازنات التشغيلية والاستثمارية هي السبب في تراجع ساعات تجهيز الكهرباء. برأيك كيف تنظر إلى هذا الطرح لهذه الأزمة المتجدرة منذ 17 عاما؟ الصوص. نعم سيد علي، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع السيد علي التميمي، أعود إليك حال جهوزية الاتصال. نواصل قراءة نشرتنا. ومنذ عام 2013 لم ينجز مشروع إنشاء المحطة الكهربائية الغازية المركبة في محافظة الأنبار رغم أهميتها لعدد من المحافظات العراقية، وفيما تشترط الشركة اليونانية بناء سياج أمني لحماية المحطة وعودة مزاولة أعمالها، تؤكد العشائر القريبة منها استعدادها لحمايتها لما ستقدمه من خدمات للعراقيين. مليار وخمسون مليون دولار قيمة عقد إنشاء المحطة الكهربائية الغازية المركبة في محافظة الأنبار، لكن ومنذ عام 2013 إلى الآن لم يتم إنجاز هذا المشروع الذي يرجى منه إنهاء مشكلة الكهرباء ليس في الأنبار وحدها بل في محافظات عراقية عدة، لكونه ينتج أكثر من 1642 ميجاواط. الشركة اليونانية المكلفة بإنجاز المحطة اشترطت ضمن العقد المبرم مع وزارة الكهرباء بناء سياج أمني بطول 5 كيلومترات لعودة مزاولة أعمالها في المحطة، بيد أن الوزارة لا تتوافر لديها سيولة مالية لبنائه، مما جعل الحال على ما هو عليه الآن بانتظار تدخل حكومي من أعلى المستويات. المشروع هذا أنا أعتبره إنقاذ مشكلة الكهرباء، لأنه 1642 يعمل على ناتشرال غاز كومبان سايكل، كفاءته يعتبر أعلى كفاءة موجودة عندنا في كل المحطات. إحنا ضمن تعاقدنا يعني ضمن المتطلبات أنه لازم أوفر سياج أمني حتى تقدر الشركة تبني المخازن مالها وحافظ على الغراض اللي تجي، لانه ما ترهم بنو سياج امني. السياج الامني هو شويه انه المشروع ضخم، فطول السياج الامني مالتي اكثر من 5 كيلومترات. وبما ان الموضوع يتعلق بالحمايه الامنيه للمحطه، فان العشائر القريبه منها تعهدت بتوفير الحمايه الكامله بغيه الاستفاده من مخرجات المحطه والقضاء على مشكله الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي بات يمثل كابوسا يرهق المواطنين. كشيوخ عشيرة البنمر أن يكون دور فعال ومهم في إنجاز هذا المشروع لعدة أسباب. أول شيء وأولا هو رفض المنظومة الكهرباء. مستعدين جدا، يعني أنا أقول لك وأنا أمثل إن شاء الله هذه العشيرة أنه ما يصير تجاوز، وبالعكس راح يقولنا كنا داعمين. وبحسب العقد المبرم مع الشركة اليونانية، كان موعد إنجاز المحطة بشكل كامل ونهائي هو بداية عام 2016، لكن الظروف الأمنية والمالية حالت دون ذلك. من محافظة الأنبار عبد الحافظ، UTV. إذا نعود مجددا إلى الباحث بالشأنين السياسي والقانوني السيد علي التميمي. مرحبا بك سيد علي مرة أخرى، تسمعني بشكل واضح؟ أهلا أستاذ سفيان، أهلا بك. أهلا بك. أسمعك واضح. نعم أهلا بك. حياك الله أستاذ سفيان. أهلا بك سيد علي. سألتك وقلت لك راح نبلش من آخر تصريح لوزارة الكهرباء، وراح أقرأ عليك بشكل سريع. تقول إن عدم حصولها على المبالغ المخصصة في الموازنات التشغيلية والاستثمارية هي السبب وراء التجهيز ونقص التجهيز بساعات الكهرباء. كيف تجد هذا الطرح في هذه الأزمة المتجذرة منذ 17 عاما؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ سفيان والسادة المشاهدين. ويبدو أن الأزمة هي ليست فقط أزمة كهرباء بل أزمة الاتصالات، والدليل هذا الانقطاع في الاتصال وانقطاع الصوت. طبعا بالتأكيد يعني مسألة الكهرباء
هي يعني يمكن أن نطلق عليها وفق المفهوم الجنائي القانوني هي جرائم ضد الإنسانية بموجب المجتمع العراقي، لأنه هناك الكثير من الجرائم ارتكبت نتيجة انقطاع الكهرباء. ومعروف أستاذ سفيان أن في علم الجريمة أنه الحار وحرارة الصيف تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم، ليس جريمة القتل فقط وإنما حتى الطلاق، يعني سبب من أسباب الطلاق والنزاعات بين العوائل وحتى العنف الأسري. يعني هذه الحجة برأيي هي مردودة التي طرحتها جنابك، لأنه التخصيصات اللي كنا نطلع على الموازنات وهي تصدر على شكل قوانين كانت التخصيصات هائلة وكبيرة، وهناك تقرير يقول نسبة الهدر في على السنوات المتواترة هي 60 مليار دولار، لاحظ الرقم أستاذ سفيان. طبعا اللجنة التحقيقية تستطيع أن تتأكد من ذلك بطلب العقود اللي هي مع ثلاث شركات، طبعا تطلع على من درجات العقد. سيد علي، سنأتي على ذكر اللجنة التحقيقية، خلي أبقى معك بموضوع الأموال التي صرفت وهي 60 مليار، وهناك من يتحدث أنها أكثر من 100 مليار دولار، وهي تكفي لبناء محطات، مئات المحطات وإعادة الكهرباء، لكن واقع الحال يقول أن العراق عاما بعد آخر من يعني واقع الكهرباء والتجهيز من سيء إلى أسوأ، والمواطن يعني بالشارع لا يجد كهرباء في البيت لأيام طويلة. صح، هو أستاذ سفيان لاحظ هم اهتموا يعني طوال السنوات السابقة يعني بالتوزيع فقط، لم يهتموا بالإنتاج والنقل. نعم. وهذه مهمة جدا، يعني المختصين في الكهرباء يعرفون ما معنى إنتاج ونقل. لهذا يعني الإخفاق في الإدارة والإخفاق في التعاقد، يعني هناك وجه آخر للتعاقد غير الوجه الظاهر، ويعني يمكن جماعة أو المختصين في القانون يعرفون ماذا أقصد بذلك، إنه المتعاقد يكون شخص آخر، يكون كوكيل أو كوسيط عن الشركة التي تتعاقد، وهذا هو سبب كبير من أسباب الفساد. طبعا هنا أستاذ سفيان ديوان الرقابة المالية هو الفيصل في يعني الأدلة أو الخيوط التي تبتدئ منها هذه اللجنة التحقيقية، التي طبعا ستحقق في جرائم تراكمية، لاحظ جرائم تراكمية وفق صلاحيات ممنوحة لها وفق الدستور العراقي المادة 61، ستراقب السلطة التنفيذية على مدار السنوات السابقة، وهذه سابقة إيجابية برأيي بالنسبة للبرلمان. إذا استطاع البرلمان أن يفك طلاسم الكهرباء ويبين لنا من هي هذه الجهات التي دمرت الشعب العراقي طوال هذه السنوات، فعلا سنكون أمام نظام برلماني فعال بالنسبة للبرلمان وقادر على أن يكون ممثل حقيقي للشعب العراقي. هذه استاذ برأيي نقطة الفيصل ومفترق الطرق بالنسبة للبرلمان العراقي في الوصول إلى الحقيقة، وإن كان أنا برأيي هناك جملة من النقاط التي تحتاجها اللجنة. نعم استاذ. طيب، أفهم من كلامك سيد علي وعدت عن الفساد الموجود، هي أزمة سياسية يعني أكثر ما هي أزمة اقتصادية، وبالتالي يعني هناك خلافات كثيرة بين الأحزاب على هذه الوزارة. هو شوف استاذنا العزيز، يعني هذا الهدر بالمال 60 مليار، ومثل ما تفضلت ربما يصل أكثر من ذلك، وهو له أسباب، يعني الأسباب هي أسباب سياسية. كثيرا ما نسمع بوجود يعني جهات متنفذة تسيطر على الوزارات وحولتها إلى دكاكين وحولتها إلى موارد، هذه أستاذنا تحتاج إلى أن تكشف إلى الشعب العراقي. يعني لم يعد الوضع يساعد على أن تكون الأمور غير شفافة أو مخفية أو غير واضحة، خلص هذا الزمن تغير. الآن الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي يحتاج إلى أن يكشف كل شيء. خطوة إيجابية هو يقوم بها يعني المنافذ الحدودية صلاحيته واسعة، كذلك البرلمان استاذ سفيان صلاحيته واسعة. أنت من صلاحيتك وعندك ممثل من الادعاء العام العفو
عندك ممثل عالي النزاهة، أنت تستطيع حتى أن تتابع هذه الأموال في الخارج عن طريق الأنتربول، لأن تعرف أستاذ الإدعاء العام عندهم شعبة خاصة بالأنتربول الدولي، حتى اللي هربوا خارج البلد، حتى الأموال المهربة اللي تقدر ب 500 مليار دولار أموال الشعب يستطيع أن يسترجعها. هذه الصلاحية الواسعة والتعاون الدولي مع العراق يجب أن تستثمر. تعرف جنابك يعني هناك أموال حتى بالبنك الفدرالي الأمريكي 65 مليار هي سابق قبل 2003 محجوزة، هذه ستنقذ المجتمع العراقي في هذه الأزمة الاقتصادية. التحرك الدبلوماسي نحو الخارج مهم. لاحظ هذه اللجنة يعني كان المفروض أن تستعين بخبراء في الكهرباء أستاذنا، لم ألاحظ وجود خبراء في الكهرباء مختصين حتى يكشفون طلاسم هذا الموضوع. لماذا الاهتمام بالتوزيع دون النقل والإنتاج؟ هذه تحتاج، ليس عيب أن تستعين اللجنة أستاذ سفيان بخبراء في هذا الجانب حتى يوضحون الأمور. أيضا تحتاج أن تكون سرية، يعني ما ممكن أنت يكشف لنا التحقيق ونوصل، لا يحتاج سرية حتى ما نكون أمام هروب للمطلوبين. يحجز الأموال، العفو استاذ لكن وقت البرنامج هذا اللقاء لا يسمح بأكثر من ذلك. أنا أشكرك جزيلا الشكر الباحث القانوني والسياسي علي التميمي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ. في ملف العلاقات الخارجية، يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة في أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه منصبه. وقال السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي إن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيزورها الكاظمي في برنامجه الخاص بالعلاقات الخارجية، مشيرا إلى أن ملفات كثيرة ستشهد في القريب العاجل نهضة كبيرة في جميع المجالات بين البلدين. في غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة مرتقبة للكاظمي إلى إيران سيجريها قبل السعودية في إطار زياراته الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤولين إيرانيين أن الكاظمي يعتزم القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة تشمل إيران والسعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن. في هذه الأثناء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس تنسيقي جديد بين العراق والمملكة العربية السعودية. وبحسب وثائق صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، سيكون المجلس التنسيقي الجديد برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وعضوية عدد من الوزراء بينهم وزير النفط ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. أعلنت وزارة الصحة الحصيلة الوبائية للمصابين بكورونا، حيث بلغ عدد المصابين 2110 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 87 خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن عدد المتعافين وصل إلى 1839 شخصا، ذلك فإن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 83867، فيما بلغ مجموع الوفيات 3432، فيما وصل مجموع المتماثلين للشفاء إلى 52621 شخصا. يكافحون بإمكانات ضعيفة. تسود تخوفات كبيرة مشفى البصرة المختص في علاج مرضى السرطان من الأطفال، أمر دفع إدارة المشفى إلى تخفيض عدد المرضى الذين يدخلون للإقامة فيه إلى النصف منذ شهر أيار الماضي. نتابع القصة في هذا التقرير. قدر لإيمان وهي في الرابعة من ربيعها أن تصاب بالسرطان الذي يفتك بجسدها العليل، جسد لا قوة له على تحمل المزيد من الأمراض والفيروسات المحتملة ككورونا. الفيروس الذي تحاول والدتها والطاقم الطبي الحيلولة دون التسلل إليها. إذا صابها يعني فيروس كورونا راح تدهور حالتها، يعني لازم تلقطع من الكيماوي، راح تبدي بعلاج ثاني غيرها.
مثلا فيروس كورونا يعني راح تجي يعني الالتهابات او شيء رئة، وهي يعني عندها سرطان بالكلى انتشر الى الرئة، يعني لازم اخاف عليها. إيمان واحدة من أكثر من 2000 مريض بالسرطان يرقدون هنا في مشفى البصرة التخصصي للأطفال. المشفى اليوم يسعى إلى التقليص في عدد المرضى إلى النصف، قرار يعزوه القائمون عليه إلى السعي لإبعاد الفيروس عن المرضى غير القادرين على تحمل تبعاته. بدأنا بتقليل أعداد المرضى، يعني المرضى اللي يستحقون الدخولية فقط قمنا ندخلهم العلاج، إعطاء العلاج، واللي نقدر نأجله بفترة معينة حتى نكون مثلا دخولات قليلة مقارنة بالأيام السابقة قد تصل إلى 50-60% فقط من الأعداد السابقة. في ظل استفحال انتشار الوباء في العراق حاليا، يمني أهالي هؤلاء البراعم أنفسهم بأن لا يتسلل الوباء إلى أجسادهم العليلة بمرض يعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في العراق وهو السرطان، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية. أعلن أعضاء في مجلس النواب عن إعداد ورقة عمل للتصدي ومعالجة بعض من المشاكل الرئيسة التي يعاني منها النظام الصحي في العراق، داعيا وزارة الصحة ومجلس الوزراء للقيام بتبديل جميع المدراء العامين ومدراء المشافي لجميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. قام أعضاء لجنة الصحة والبيئة لتحالف سائرون بإعداد ورقة عمل للتصدي ومعالجة بعض المشاكل الرئيسية التي يعاني منها النظام الصحي في العراق. تخضع جميع العقود التي تبرمها وزارة الصحة لتجهيز الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لآلية التعاقد السيادي تجهيزاً ونقلاً، وتبرم باسم الدولة العراقية مع الدول الأخرى بعيداً عن الشركات الوسطية والوسطاء والوكلاء. ثانياً، دعوة وزارة الصحة ومجلس الوزراء للقيام بتبديل جميع المدراء العامون ومدراء المستشفيات لجميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بعناصر كفوءة وشابة ونزيهة وغير متحزبة، ويستثنى من ذلك من تثبت كفاءته وإنجازاته الواضحة وخلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. ثالثا، المباشرة بتسجيل وفحص وتسعير جميع الأدوية في السوق العراقية سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أثارت حادثة تقييد رجل بسرير زوجته المتوفاة بفيروس كورونا في مستشفى كركوك العام بسبب تكسيره أجهزة تنفس بعد وفاة زوجته، أثارت ردود فعل غاضبة بسبب عدم التعاطي مع قضيته من الناحية الإنسانية. هذا وأعلن مدير دائرة صحة كركوك وعدد من نواب المحافظة بتشكيل لجنة تحقيقية بالحادثة لمحاسبة المقصرين بتقييد الرجل، كما طالب نواب عن الاتحاد الكردستاني وزير الداخلية بالتدخل ومحاسبة منتسبي الشرطة المسؤولين عن الحادثة. فتحنا تحقيق عاجل وأيضا بدعم من السادة النواب هناك تحقيق وزاري، سنحاسب المقصرين مهما كان مسمياتهم. كل من قصر في هذا العمل سوف نحاسبه كدائرة صحة كركوك، والتحقيق سوف يكون شفاف وموسع. هذه الحالة اللا إنسانية غير لائقة، نحن متأكدين بأنه معالي الوزير الداخلية عندما يسمع ندانا وطلبنا وعندما يرى بنفسه المقطع الفيديو راح يقوم شخصيا بفتح التحقيق بحق المنتسبين الشرطة اللي تعمدوا بهذه العملية بحق أحد مواطنين مدينة كركوك، أحد أساتذة في هذه المدينة للأسف. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. غلق الحدود ينعش الزراعة والمنتج المحلي يتسيد الطاولات العراقية.
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أن أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الأسواق العربية. وقال الخفاجي إن الحكومة تعمل على إيقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية كالبيض ولحوم الدواجن لدعم المنتج المحلي، مضيفا أن وزارته ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية فضلا عن دعم تشغيل المصانع ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، مؤكدا أن دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجات العراق الزراعية لأن المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة فضلا عن انخفاض تكاليف النقل. على الرغم من الصعوبات التي تواجه الفلاحين في العراق، فإن غلق الحدود مع دول الجوار أنعش الزراعة وجعل المنتجات المحلية تشق طريقها إلى الطاولات العراقية. المزيد في سياق هذا التقرير. يحمل هذا المزارع كيسا ويجمع البطيخ مع شقيقه وأبنائه من مزرعتهم في الديوانية لطرحها بوفرة في السوق التي تغيب عنها البضائع المستوردة بفعل إغلاق المنافذ الحدودية من جراء كورونا. بواسطة هاي اجتياح مرض وباء كورونا الدولة غلقت الحدود وأصبح عندنا المنتوج كله جيد جدا والسوق يعني مستقر عندنا، وبالنسبة لزراعة البطيخ والرقي والباذنجان كل الخضروات الصيفية جيد جدا عندنا بواسطة غلق الحدود، ونطلب من الدولة أن تدعم المزارع. وللمرة الأولى منذ زمن حقق العراق اكتفاء ذاتيا في 28 منتجا زراعيا. الديوانية التي تعد من المدن الزراعية حققت الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وتتميز بزراعة أرز العنبر الذي يعد من أجود أنواع الأرز في العالم. كان تحدي واضح فلاحنا العراق ما بذل جهود إضافية من أجل توفير الأمن الغذائي لكافة شرائح المجتمع العراقي، فتم توفير أكثر من 28 مادة باكتفاء ذاتي وتم منع استيرادها منعا كليا. وفي بلد يعيش ثلث سكانه على إيرادات الزراعة تغطي الواردات نحو 50% من الاحتياجات الغذائية، غير أن غلق الحدود هذا الموسم وفر فرصة ذهبية للفلاح بتسويق المنتج المحلي الذي شق طريقه نحو الطاولات العراقية وبأسعار منخفضة. تظاهر العشرات من موظفي العقود في مجلس محافظة ذي قار احتجاجا على عدم تحويلهم على الملاك الدائم. طالب رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بتثبيتنا على الملاك الدائم. نحن عقود مجلس محافظة ذي قار، وبدأ التسويف من قبل المحافظ والنائب، وعدنا وحاليا جاي بقول برواتبنا من قبل مدير اداره ومدير حسابات، اريد قالتهم فالمحافظ ما يقبل يقيلهم، ما نعرف شنو السر بيناتهم. راتبنا 150، عندنا بعض العقود راتبهم 300، ليش من قبل مدير اداره ومدير الحسابات يسوفون بالرواتب؟ جينا للمحافظ ما يجاوب بيانه، تقول لي عندنا هيك تسويف بالرواتب مالتنا، ما يجاوب. اعطونا حل بالمظاهرات مالتنا، اذا ماكو حل نبقى محتصمين، ماكو دوام بعد، دوائر ماكو دوام. لازم يثبتونا على قرار 315 والقرار قرار البرلمان الكامل. هسه اكو دوائر ماشيه عندنا، اكو دوائر ماشيه بطرق والجسور، طرق والجسور ماشيه ياخذون 360. اندلع حريق في ميناء بوشهر جنوبي إيران أدى إلى اشتعال النيران في 7 سفن على الأقل. وقالت وكالة تسنيم إن الحريق في الميناء لم يؤدي إلى سقوط ضحايا، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى نشوب عدد من الحرائق في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال بعد اندلاع حريق فيه في مدينة كاوين فريمان الصناعية. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني أي حديث عن مغادرة مبكرة لمنصبه، ووعد بالبقاء رئيسا إلى آخر لحظة،
بحسب قوله. تصريحات روحاني جاءت بعد ضغوط من قبل البرلمان الإيراني الذي حمله مسؤولية الإدارة السيئة للاقتصاد وإخفاق الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر هدد 130 عضوا برلمانيا بالبدء في إجراءات عزل روحاني بسبب ما عدوه إخفاقا منه في عدد من الملفات. تحيي تركيا الذكرى السنوية الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في 15 من تموز عام 2016، وتحتفل ولايات البلاد بإجهاض محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 251 قتيلا خلال التصدي للانقلاب بقيادة من الضباط المنتسبين، فيما تبتعد الاحتفالات هذا العام عن التجمعات الشعبية الكبرى كما حصل في السنوات الماضية بسبب كورونا. إلى ذلك أكد الرئيس التركي أن الشعب تصدى للطائرات والمروحيات والدبابات والأسلحة بإيمانه الكبير فحسب، ما أدى إلى إحباط الانقلاب قبيل طلوع الفجر. تأكدوا أنهم لن يترددوا في قتل جميع المسؤولين المنتخبين إذا كان لديهم ما يكفي من سلطة. لو نجحوا لكان ذلك اليوم عيدا لكل من يرغب بطرد تركيا من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة. في ظل استمرار وتيرة انتشار فيروس كورونا عالميا، يتجه عدد من الدول عبر العالم إلى إعادة فرض الحجر على مواطنيه، وتستعد الهند لإعادة فرض الحجر على حوالي 140 مليونا من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ أكثر من مليار، فيما تواصل دول أخرى تسجيل أرقام قياسية من الوفيات، حيث سجلت البرازيل أكثر من 74 ألف وفاة، كما ارتفع معدل الإصابات في الولايات المتحدة والتي تجاوزت عتبة 3 ملايين إصابة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عامل الوقت يضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات لميزانية طويلة الأجل للتكتل. ميركل وخلال مؤتمر صحفي قالت إنه سيكون من المفيد الوصول إلى نتيجة مؤكدة بالنسبة إلى أوروبا. سنناقش يوم الجمعة كيف يمكننا التوصل إلى اتفاق مشترك. لا تزال لدينا مواقف مختلفة. لا أستطيع أن أقول ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، ولكن على أي حال سيكون الأمر جيداً لأوروبا. أعلن وزير المياه والري الأثيوبي سيلشي بيكيلي بدء بلده بملء خزان سد النهضة، وأوضح وزير الري أن عملية التخزين الأولى تقدر ب 4.9 مليار متر مكعب. ويأتي إعلان إثيوبيا البدء بملء السد بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله. مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اختار العديد من المواطنين في محافظة ديالى التوجه إلى اعتماد الطب البديل أو ما يعرف بطب الأعشاب خوفا من الذهاب إلى المستشفى وتجنب للإصابة بكورونا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليه لا سيما في محلات الأعشاب والعطارين. يأتي محمد إلى محل بيع الأعشاب الطبية هذا للحصول على بعض من العلاجات خوفا من الذهاب إلى المشفى، فهو واحد من مئات المواطنين الذين اتجهوا نحو الطب البديل وعكفوا عن مراجعة المشافي والعيادات الطبية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا الذي قد يكون منتشرا فيها. قبل كنت أروح قبل الكوفيد أو أي شيء المرض هذا أروح للمستشفى، أروح الطبيب أخذ لي علاج وجهس، ما أقدر لأن أصبحت المستشفيات موبوءة، المراكز الصحية موبوءة، خطرة جدا يعني، والحمد لله يعني نستخدم الطب البديل. أصحاب محلات بيع الأعشاب أو كما يطلق عليهم هنا في ديالى العطارون يؤكدون أن محلاتهم أمس تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين مؤخرا للحصول على العقاقير والأعشاب الطبية لبعض من الحالات المرضية، وذلك لتجنب الذهاب إلى المراكز الصحية في ظل التحذيرات من عدم مراجعتها إلا لضرورة القصوى.
نشهد اليوم يعني أن هناك توجها كبيرا من الناس للعلاج بهذه العقاقير العشبية التي أثبتت في أكثرها جدواها في علاج الكثير من الحالات والأمراض حتى العلل المزمنة أيضا. على الرغم من الحداثة والتطور في مجال الطب، فإن شرائح واسعة من المجتمع ما تزال تؤمن بفاعلية علاج الأعشاب حتى في ظل أزمة فيروس كورونا الذي عجز العلماء عن إيجاد علاج أو لقاح له حتى اللحظة. على العنبقي، ديالا، يو تي في. ختام نشرتنا لكم مني ومن فريق عمل أجمل تحية. في أمان الله.